الرحمن الرحيم، أكاديمية ناصر لتعليم التنس الأرضي تحييكم. النهارده هنشتغل في فيديو خاص، أو هو يعني هو ممكن يكون بروفيشنال بالنسبة للزملاء المدربين وخاصة مدربين الميني تنس. هو طلب مني من بعض الزملاء في التدريب، قالوا إن إحنا عاوزين فلسفة الميني تنس، أو عاوزين إيه هي الميني، أو بداية تعليم الميني تنس، لما أجي أرسم خطة أعمل إيه، أمشي إزاي. هختصرها ليك جدا، بداية تعليم الميني تنس، يعني إزاي تعلم ميني تنس، أو خطة المدرب للميني تنس. الميني تنس زي ما أنت عارف بنبدأ بممارسة. أول حاجة لما تيجي هتبدأ تشتغل وهتعمل خطة ميني تنس، عندك أولاد 1 2 10 20، بتعمل يوم خطة اسمها بداية ممارسة الألعاب. الألعاب دي عبارة عن إيه؟ بعيد عن التنس خالص بقى، عبارة عن أي أشياء مسلية، أي ألعاب خفيفة، استخدام الكرة وشوطها ورجعها له تاني. هذه الألعاب بتبقى حميمة بين الأطفال ومن بعضهم. يبقى أي ألعاب خارج التنس بالكرة مسلية، بلالين، أي شيء، بتفضل تشتغل على هذه النظريات، ممكن مرة واثنين وتدريب ومحاضرة واثنين وعشرة، لحد لما تحس ان الاولاد بدأوا يحبوا الحركة والجري، وخاصة الحركة العضلية والعصبية للطفل. يبقى احنا هنا بنشوف في الفترة دي حركة الاطفال اللي هم يقدروا يستمروا معانا، ونبدأ نشغلهم في موضوع الحلقة. الحاجة التانية بقى، ننتقل من هذه المرحلة الى المرحلة استخدام المضرب. برضو استخدام المضرب برضه مسلي زي المرحلة الأولى، يشوط له كورة، يرجع له كورة، حتى تكتمل العلاقة الثلاثية بين الطفل والكورة والمضرب. في علاقة ثلاثية، احنا كنا بندرسها كده، ونقول للطلبة إن يوجد علاقة ثلاثية بين الطفل والكورة والمضرب، واخد بالك؟ التلاتة دول يحاول يحببهم ويدخلهم داخل تكوين الطفل اللي هو هيبدأ معاك في التنس، مما تزيد حبه للعبة. يعني أنت عاوز تخلي حبه للعبة، ونقوم بأداء نفس التدريبات السابقة ولكن باستخدام إيه؟ المضرب. هنا بقى تستخدم المضرب على طول، وسنجد بعض الصعوبات في البداية، ولكن بالصبر والأساليب العلمية والتربوية الحديثة تستطيع إن أنت تعالج المواضيع الصعبة، وفي حالة إن أنت لسه بتبدأ معاه بالمضرب بدون استخدام أي حاجة. المرحلة الثالثة بقى، دي برضه بتاخد لها فترة، مش أقل المرحلة الثانية بتاخد لها فترة من شهر أو أكتر، محاضرة 12 لحد ما تخلي الولد بدأ الأطفال مع بعضهم بشوط بسيط بالمضرب دون استخدام أي قواعد التنس. ثم تنتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة طويلة بقى، هتفضل تشتغل على المرحلة دي ممكن سنوات، اللي هي المهارات الأساسية اللي إحنا بنسميها التكنيك أو التكتيك. التكنيك ده بياخد وقت. بنعرف بقى الطفل، نبدا نعمل له ايه؟ الريدي بوزيشن، هي وقفه الاستعداد. بنبدا نعمل له الضربه الاماميه اللي هي الفور هاند، بنبدا نعمل له الضربه الخلفيه اللي هي كل تعليم بالتنس حقيقي، بس هيبقى باليد المدرب وفي كوره اللعيب. الطفل في المضرب الصغير معاه بيقدر المدرب يشتغل بايده فتره طويله، لحين ليه؟ لان انت عاوز تدي الكوره للطفل بطريقه انها كانها برتقاله، بحيث ياخذ الكوره بطريقه سهله جدا لحد ما يبدا يتعود الاحساس بالكوره، من طريقه المهارات اللي هي عباره عن وقفه الاستعداد، الضربه الاماميه اللي هي الفور هاند، الباك هاند، الضربه الخلفيه، عن طريق الفولي، الضرب الفولي فور هاند، الفولي باك هاند، الى الضربه الاماميه الفولي والضربه الخلفيه، ويبدا برضو عن طريق ضربه الارسال السيرف. ده كله مهارات بتاخد معاك وقت، كل مهاره ممكن تاخد من 15 يوم الى شهر الى شهر ونص. المهم ان إجادة مع التكرار، نظريه التكرار، تكررها فور هاند فور هاند فور هاند، وهكذا بيبقى باستمرار باك هاند، ومع اللعب المستمر لحين يصل الى درجه ان تشبع. بتبقى وصلت لدرجه البديهيات. البديهي بقى ان هي بدات اوتوماتيك للطفل يحركها، ممكن بوعي وبدون وعي، بس بتتحرك بطريقه تلقائيه ممتازه لدى الطفل من نظريه التكرار. طيب لو يوصل لحركه القدمين، الفوت وورك، برضه بتعلمه في الفتره ديت اللي هي الفتره الثالثه دي، يفضل حركه الرجلين وحركه القدمين. اهم مهاره بالنسبه للاطفال هي مهاره الفوت وورك، اللي هي حركه القدمين. وشكرا، ان شاء الله هنكمل في فيديو اخر.